قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك عدد لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى مجمع عليها من السلف؟ أسماء الله لا يعلمها إلا الله، لكن منها شيء بيّنه الله لنا، ومنها شيء استاثر بعلمه، كما في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك. دل على أن هناك أسماء لله لم يبينها للخلق، استاثر بها سبحانه وتعالى. لكن بيّن الله لنا في القرآن والسنة من أسمائه جل وعلا وصفاته الشيء الكثير، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وفي الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وليس أسماء الله محصورة للتسع والتسعين، لكن هذه من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. نعم.